باكاكي كريست ولاعب أيضا للمنتخب الأولمبي كرة عود سيبستيان فاكرون تمرير كرة في وسط الملعب وهناك عودة وخطأ لمصلحة بيري سينالي ثاني فرج لسعد نشاهد أمامنا مراد العقبي سلامات مروان إذا مروان السويعي حاول تمرير الكرة يتعرض لعرقلة يسقط على أرضية الملعب طلعت فريق الخمس يعود من جديد اللاعب سيدي بي يريد اللاعبين من الثقة كرة ملعوبة أمامية وحارس المرمى يلتقط هذه الكرة المهمة صعبة بعض الشيء فضل رجع الكرة مروان يلعب كرة وضربة راس كرة ملعوبة بضربة راس عن طريق اللاعب سعد غرباوي اللاعب المغربي الكرة علت العارض ونشاهد الإعادة من زاوية أخرى وضربة الراس وكيف الكرة غادرت وكان هناك لوم من حارس المرمى محمد اللافي على لاعبي خط الظهر لازال الحكم والحكم على ما يبدو لي منح بطاقة صفراء للاعب سيليبي كرة ملعوبة أمامية في اتجاه غرباوي أيمن عمير يحاول المتابعة حكم يأمر مواصلة اللعب والتغطية الدفاعية وبعد الكرة عن طريق بسام الدل كان موجود في كل الكرات نشاهد الإعادة من زاوية أخرى ونشاهد بوستة حاول لعب الكرة بحركة ازدواجية لازال هناك تخوف من لاعبي كلا الفريقين رغم المحاولات ولكن المحاولات اللي شاهدناها طيلة الشوط الأول لم تكن بالخطورة هناك هجمة وحارس المرمى وفرطد الهدف هدف حارس المرمى يرتكب هفوة اللافي محمد والهدف ياتي عن طريق اللاعب باكاكي كريست اللاعب الكونغولي او ترك الكره لتكون داخل منطقه الجزاء هذا الشوط نشاهد الاعاده من زاويه اخرى والحوار اللي كان ما بين حارس المرمى محمد اللافي واللاعب باكاكي كريست اذا هفوه على كل حال سواء كان من حارس المرمى او من خط الظهر يسجل هدف ومن زاويه اخرى نشاهد كيف خطف الكره واسكن الكره أحمد مكي يلعب كرة وكرة تصطدم بأكثر من لاعب وتعود من جديد. حكم يأمر مواصلة اللاعب تسديدة وهدف. هدف غاية في الروعة. هدف غاية في الروعة عن طريق اللاعب المتألق محمد عياد يسدد بشكل رائع وعاد عياد يسدد كرة كانت صعبة على حارس المرمى نشاهد الإعادة والتسديدة اللي كانت بشكل رائع في الجهة اليمنى. رغم محاولة علي الشعافي متابعة هذه الكرة إلا أن الكرة أبت لن تعانق الشباك نشاهد الإعادة ونشاهد التسديدة اللي كانت غاية في الروعة جعلت من الكرة تلج الشباك معلنة عن تسجيل هدف التعديل عن طريق اللاعب محمد عياد اللي نشاهده أمامنا في الصورة لعب الكرة فرصة تسديد فرصة رفع الكرة عالية وبضربة رأس من سيبستيان من جديد سيبستيان ارتقاءات في بعض الأحيان غير ملتهية فرصة تسديد وحارس المرمى متابعة الكرة عن طريق اللاعب باسكال حاول المرور كرة تطول وهنا قد كادت هذه الكرة تشكل خطورة على مرمى اللافي وهناك وائل هشام ينقل كرة هناك متابعة من بوستة كرة ملعوبة وهدف هدف عن طريق مروان مروان السويعي يأتي بالهدف بتسديدة غاية في الروعة لم يتوقعها حارس المرمى محمد اللافي كرة بذكاء ونشاهد الإعادة والكرة كيفما جاءت سددها مباشرة أي التفكير كان وليد اللحظة بالنسبة لهذا اللاعب نشاهد كيف سدد مباشرة وحارس المرمى رغم المحاولة أي محمد اللافي إلا أن الكرة أبت لن تعانق الشباك معلنة عن تسجيل الهدف الثاني قرب لي اللاعب مروان السويعي وفي هذه الآونة حكم اللقاء الجيلاني الحضيري يطلق صافرته منيا زمن هذا اللقاء بتفوق فريق الاتحاد المصراتي على الحساب الخمس بهدفين مقابل هدف واحد